الزيارة الميدانية لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر عمارة يوم الثلاثاء على مستوى فج تيزين تلغمتا بإقليم ميدلت تروم بشكل خاص ضمان وضوح الرؤية بالشبكة الطرقية التي عرفت تساقطات ثلجية وحث مستعملي الطريق على اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأيضا للتدخل بالفعالية والسرعة المطلوبين لإزالة الثلوج من الطريق. هنا بطبيعة الحال كاين واحد العدد الآليات اللي هي آليات تنحتاجها لإزاحة الثلوج، لكن كذلك اتخذت واحد مجموعة الإجراءات من أجل تموين واحد العدد ديال القرى والمداشر اللي تتنقطع بها السبل، وكاين واحد العمل دؤوب بطبيعة الحال باش الطرق والمسالك تولي سالكة. ثم بطبيعة الحال عندنا بعض الحالات اللي تيكونوا بعض المواطنين يعني معزولين، تدخل السلطات اما عبر بطبيعه الحال الطرق اللي تتكون تفتحات ولا عبر الحوامات ليزيليكوبتر، وهذا بطبيعه الحال كله الان كاين واحد تعبئه شامله لان هذه الثلوج غير مسبوقه. وحسب المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء فإن عملية إزالة الثلوج تطلبت تعبئة شاحنتين كاسحتين للثلوج بالإضافة إلى عشرات التقنيين، وذلك من أجل تسهيل حركة المرور على الطرق. بالنسبة لهذا المحور ديال الطريق الوطنية رقم 13 يعني راه مفتوح، كتشوفوا حركة السير يعني بفضل تدخل ديال الاليات ديال المديريه الاقليميه ديال ميدلت. وبالنسبه للمحور الاخر اللي كيربط بين الريش وايميل شيل حتى القصيبه راه تم الفتح ديالو يعني منذ مده، وبطبيعه الحال عند قدوم تساقطات ثلجيه اخرى اللي كانت في هاد الايام راه الاليات كتدخل يعني باش لضمان فتح هذا المحور، لان هذا المحور بالخصوص كي يعني كتواجد من يعني بالجنبه ديالو واحد دي غروند لوكاليتي ديال وتربات ديال بوزمو ديال ايميل شيل وكنمشي حتى للقصيبه. وقد سجلت جهة ضرعة فيلالت خلال الأيام الأخيرة تساقطات ثلجية هامة مما أدى إلى إغلاق عدة طرق أمام حركة المرور وعزلة العديد من الدواوير والقرى بالمنطقة، حيث يعرف فج تيزين تلغمت الذي يقع على الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين الرشيدية ومكناس تشكل الجليد بسبب انخفاض درجة الحرارة.